السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيتكم بفيديو جديد، عائلتي الكريمة الجميلة. عملت لي فول بطحينة بجبنة بشمار، شمار أخضر مدقوق. الحين ده عملت لي، قطعت لي بصل بليمون وبملح. وبشطة، هو كويس قالوا للكورونا، يعني كوقاية كده من الكورونا قالوا كده يعني. لكن بس المهم الواحد بعد ما ياكله لازم يسوق كويس، أو ياكل لبان مثلا، أو يلوك القرنفل عشان الريحة بتاعت البصل دي تروح من الخشم يعني. هنا تاني عملت لي بيض عيون، 3 بيضات، حطيت فيهم ملح. أول شي حطيت زيت وسمن، والتاني خطيت فقحت البيض 3 بيضات، وخطيت فيهم بفوق الملح والفلفل الأبيض والشطة. طيب هنا ده عندي سلطة مكونة من طماطم وبصل أخضر وخيار بس كده، وفيهم زي دكوة كده أو فول سوداني مسحون يعني. هنا ده عندي أهم حاجة الزيت السوداني بتاع السمسم، ما شاء الله تبارك الله. احنا طوال بناكل الفول بيو يعني، الفول ما بيحلى الا بالزيت، زيت السمسم، فبنخليه خارجا كده، خارج للناس اللي بياكلوا يعني. كل واحد يكب قدامه لزول الدائر ياكل بزيت السمسم، والتانيين اللي ما دايرين ياكلوا بزيت السمسم يعني ياكلوا عادي يعني. فلكن اهم حاجة ان زيت السمسم السوداني الاصلي نقي، ما شاء الله 100%، فريحة وطعم كده ما شاء الله تبارك الله. جميلة جدا. ده العيش بتاعنا انا بخطه بشتريه يعني نص نص، بيكون ما مطبوخ او ما هاف كوك تقول عليه. فانا بدخله في الفرن وبيطلع بالطريقة دي ما شاء الله تبارك الله، يعني جميل 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 جدا، ولين وسخن كان وطلع هسه من الفرن. هذا غدانا الليلة ان شاء الله يجيبكم وينال رضاكم واحسانكم يعني. اعزائي المحترمين، لو اول مرة شوفوا قناتي ارجو منكم انكم تدعموني بالسبسكرايب، الاشتراك والشير والتعليقات واللايكات. اهم شيء اللايكات، لانه بتوروني انه يعني هل الحاجة دي عجبتكم اللي بقدمها ولا لا. ثاني التعليقات برضو مهمة عشان أنا أطور من القناة تحتي إن شاء الله، بإرشاداتكم وبتعليقاتكم وبآرائكم يعني. ومشيئة الله سبحانه وتعالى نكون أنا وإنتو نكبر بدار كبر قناة دي إن شاء الله، لأن زي ما قلت لكم عندي أحلام وتطلعات وأماني كثيرة يعني. طيب في الختام أتمنى لكم كل سعادة وهناء، والله يبعد عننا ومنكم والبلاء والوباء من كل العالم. وأترككم في رعاية الله وحفظه، وفي أمان الله. مع السلامة.